سؤال ثاني. أنا أعيش في إحدى الدول الخليجية، والدولة التي أعيش فيها لا يوجد بها كنائس ولا مسيحيين لأتعامل معهم. هل يقبل المسيح شخصا بعيد عنه بالشكل ده وبيخفي إيمانه؟ هل ممكن يكون معاه في الفردوس؟ هل يكفي أن أتابع برامجكم في التلفزيون حتى أتعلم التعليم المسيحية؟ ممكن تتابع التعليم لكن هتتناول فين؟ إن كانت البلد اللي أنت فيها ما فيهاش كنيسة، عندنا كنائس كثيرة جدا في الدول الخليجية، مجرد تسافر نص ساعة تلاقي نفسك في كنيسة من الكنائس. انت لازم يعملوا لك كنيسة جنب البيت عندك، موجود كنائس في المنطقة. عندنا كنائس في دبي وفي ابو ظبي وفي الشرقة وفي الكويت وفي بلد وفي العين وفي حتت كثيرة جدا. في يوم اجازة عندك تسافر وتروح البلد التانية وتتناول، احسن لك من انك انت تقعد بدون مناولة وتعتذر بان البلد ما فيهاش كنيسة. اللي بلده ما فيهاش كنيسة يدور على اقرب بلد فيها كنيسة.